مرحب بحضراتكم من جديد، والحقيقه منورني في الاستوديو اثنين من اكبر النقاد الرياضيين في مصر. الحقيقه دايما ارائهم ثاقبه ودايما مناقشاتهم للقضايا بتبقى في منتهى القوه والصراحه. منورني استاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير. العفو، ربنا يخليك، انت منوره وكل جمهور قناه النادي الاهلي طبعا. ربنا يخليك يا كابتن، وكمان كابتن جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. ربنا يخليك يا ساره، اهلا بيك. يعني خلينا نبدا مع حضرتك، يعني استاذ عصام، احنا خلاص احنا ليه كنا مصرين ان انتوا تبقوا معانا النهارده؟ طبعا تنورونا في اي وقت، بس زي ما حضرتك عارف ساعات ويبقى الاهلي رسميا بيحسم باذن الله لقب الدوري ال42 بالرغم من طبعا كامل الاحترام لفريق الاتحاد، ولكن مع ذلك يا كابتن برغم انه الاهلي عامل موسم كويس قوي، لكن انتقادات كتير، الاعلام بيهاجم بطريقه غير مبرره للنادي الاهلي، افتعال للمشاكل بشكل كبير قوي، حضرتك تفسر ده بايه؟ ليه ده بيحصل واحنا خلاص بنحسم الدوري اللي هو 99% محسوم؟ ما شاء الله. مش كل الإعلام يعني، أولا يعني عشان ما نقعش في خطأ التعميم يعني، وأنا فاهم ما تعنيه، يعني بعض الإعلام اللي مصر أنه الأهلي تحت المجهر، بس ده عادة الكبار دايما يعني، وعادة الكبار بقى في أنه تحت المجهر زادت شوية طبعا. لا، هناك ما هو يعني استمراء واستباحة للنادي الأهلي، لكن في كل الأحوال من يجرؤ أصلاً أنه مهما على الدوز ده أو الجرعة دي، من يجرؤ أنه هو يوقف هذا التقدم الأحمر، مش بس في اتجاه درع ال42 اللي هي موجودة بالفعل، ال41 موجودة عند النادي الأهلي ومن ثم الاحتفاظ بها، إنما برضو النادي الأهلي لا يخرج للرد ولا يشتبك في هكذا معارك، وده الدلالة الوحيدة على أنه هناك طريق ما، هناك مؤسسية، هناك احترافية، حتى يبدو الأمر زي ما حضرتك قلتي على الهجوم، حتى يبدو الأمر وإحنا بنتكلم أنه برضو كلام مكرر عن رسوخ مبادئ محددة، عن التواجد في حيز العمل وفقط، ما فيش خروج للرد كلمة بكلمة ولا جملة بجملة، لكن يعني ربما في الدرع ده أو في مشوار الدوري ده صمت مسؤول الأهلي كثيرا علشان يشوف، لدرجة أنه بقى ما يرصد يعني في بعض الإعلام اللي قلنا عليه وشاورنا عليه، لا يرصد مع المنافسين ولا حتى مع باقي الجدول بقى، مش مثل المنافسين يعني، لا يرصد، وحوارات يعني متقدة على مجرد لعبة، يعني مش لعبة كرة القدم، يا ريت على لعبة فيها أوت، فيها اللي هي الحاجات اللي بيمر منها مثلا مئات الألعاب في خلال 90 دقيقة واحدة أو مباراة واحدة. إذن حطي فكرة أن النادي الأهلي دائما محط أنظار، دائما بياع كاستثمار أيضا، والإعلام في جزء إعلاني، لكن زادت قوي لأن هناك مستهدف أنه ما يبقاش فيه كبير بطعم اللون الأحمر وبالتالي النادي الأهلي. أكيد. طب أستاذ جمال، يعني مش غريب شوية أنه بعض الإعلام جداً. زي ما أكيد أنه يعني النادي الأهلي خسر ماتش وهو ماتش الزمالك بعد 20 ماتش من غير ولا خسارة، وطلع هجوم على مجلس الإدارة بشكل بشع، وبنشوف أندية تانية سواء بيراميدز اللي خسر 3 ماتشات ورا بعض محدش يتكلم أبدا عن مجلس الإدارة، أو الزمالك اللي خسر وتعادل برضو وطبعا محدش يتكلم على الإدارة أو الهجوم ده مشوفناهوش على الأندية التانية، ده مش يعني مش غريب شوية؟ لا، هو أنا شايف أنه هو غريب من ناحية المنطقية، إنما هو طبيعي مع الأحداث اللي في الدوري المصري، بمعنى أنه فرقة النادي الأهلي الفرق اللي بينها وبين أقرب المنافسين 19 أو 20 نقطة، فده فرق كبير جدا. أنا بشوف أنه ممكن يصيب البعض بحالات، يعني أنا مش ببالغ، لأنه أولا على المستوى التاريخي النادي الأهلي هيبقى 42 دوري، أقرب المنافسين طبعا هيبقى بعيد جدا أو كل أندية الدوري، وده على فكرة احنا مش بنقوله استعداء للآخرين، احنا بس بنقر بالأمر الواقع. النهاردة الكبير دايما لما لو تعرض لهزيمة واحدة بتبقى حدث، يعني ده حتى في عالم الصحافة انه الناس معتادة على ان الأهلي يفوز 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 يفوز، الفعل اللي هو ماشي مع النادي الأهلي فاز يفوز فوزا، في غير كده؟
لو خسر مره. كمان انا عايز اقول لحضرتك ان الاهلي لا يتعامل مع البطولات اللي هو بيدخلها على انه هو هيكسب فلان ويخسر من فلان. الانديه الاخرى بتضع امامها هدف واحد، الفوز على الاهلي، بلاش الفوز على الاهلي. فرق كتيره جدا لا بتلعب. لا ليه؟ في احد مسؤولي نادي الزمالك قال انه كان هدف كبير بالنسبه له. وعلى فكره معظم الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي بتلعب للشهره، مباراه المبارك. بمعنى ان هي دي بالظبط كده يا استاذ عصام، ان هي دي هو بالنسبه له بيبص لها على ان دي المباراه اللي اولا هتصنع نجومه، هينتقل لاعبين قيمتهم التسويقيه هتزيد من خلال ادائهم امام الاهلي. ولذلك دايما جماهير الاهلي بتقلق قوي على فرقه النادي الاهلي لما بتلعب مع اي حد. ده اكيد يا استاذ جمال. بس احنا لما بنتكلم على ان يكون في نقد من الاعلام، وطبيعي يكون في نقد، بس النقد البناء برضه يا استاذ، بس هو مش كل الاعلام، انا مع عصام، بعض الاعلام اللي احنا شفناه ما كانش نقد بناء ابدا، هو كان هجوم غير مبرر بالمره. ما هو ده الاوقات اللي اي حد زي ما يعني المفروض النادي الاهلي، انا اسفه بس جمال الزهيري قال قبل ما ترصدي حاله، يعني هو برضه هي بطوله بالنسبه لهذا وذاك في بعض الاعلام انه يطلع ويستفيد، يعني بالظبط لدرجه يعني الجمله اللي بقت افيه عند جمهور الاهلي، هو ما فيش حد عنده مكتب الا النادي الاهلي، يعني الفوز في المكتب والخساره في المكتب بالزبط. وهكذا. حضرتك كنت عايزه كنت بقول لحضرتك انه يعني النادي الاهلي المفروض دلوقتي هو بيمثل، او الفتره دي فتره حاسمه، بيمثل مصر مع نادي الزمالك طبعا في افريقيا، فمفروض يكون في دعم للانديه دي. لما بتكلم على الاعلام بقى المفروض ان هو محايد لاعلام اهلي ولا زمالك، المفروض يكون في دعم اكتر يا استاذ جمال، مش ان انا بهدم نادي او بتكلم عن اللعيبه او عن الاداره بشكل مش كويس في فتره احنا المفروض يبقى بنقدم كل الدعم للانديه المصريه اللي بتمثل مصر في بطوله افريقيا. هو الدعم مطلوب في حدود انه ما حدش لا يجرح ولا يلصق ما ليس موجود بيعني تيشيرت النادي الاهلي، وبالتالي بيمثل مصر من عدمه. دي هو يمثل قطاع كبير من جماهيره، الزمالك يمثل قطاع كبير من جماهيره. الفرحه في الشوارع الملونه هي فرحه لاجزاء من الشعب. المطلوب بس الحياديه زي ما حضرتك وصفتي بالزبط. وان يكون هناك قاعده مستنيره للنقد، ما حدش قال له روح ورا الاهلي والزمالك زي ما بتروح ورا المنتخب، لكن على الاقل حضراتك يعني توخى دقه المعلومه. ده احنا شغلتنا بقى، استاذ جمال ياكدها لحضرتك يعني، وانت اصلا بنت الصحافه برضه، جزء من ضمير الامه ونشكل وجدان الشعب وكذا. لا مهمه تقيله قوي زي كده، النائب العام اللي هو محامي الشعب. صح. طيب انا عايزه برضو اسال حضرتك، يعني بيمثل ايه الفوز بالبطوله دي في الوقت ده بعد موسم يعني صعب كله غيابات وفتره توقف طويله قوي، الحقيقه كانت على كل الانديه في العالم، ومع ذلك الاهلي قادر يحسم الدوري بفرق كبير قوي عن اقرب المنافس. النادي الاهلي قبل كورونا، قبل ظهور كورونا، انا بعتقد ان هو البدايه كانت قويه جدا من النادي الاهلي مع المدير الفني فايلر ريني فايلر، لان انا ساعات اقول راينر راينر لا ريني فايلر. البدايه كانت قويه جدا، حقق افضل النتائج، خطى خطوات كبيره جدا نحو صداره المسابقه، وبالتالي ما كانش في مشكله عند النادي الاهلي ان هو يكمل ما بعد كورونا. وكان النادي الاهلي هو الاكثر، رغم انه المستوى قد يكون تاثر بغيابات كثيرة وبظروف التوقف الطويل والكلام ده، إنما النادي الأهلي برضو بيفرق معلش عن الأندية كلها في حاجة أساسية ويجب على الأندية الأخرى. بدلا من إن هي تزعل من النادي الأهلي أو الجماهير الأخرى تزعل من النادي الأهلي، إنه النادي الأهلي عنده الأهداف أو التارجتس بتاعته واضحة. يعني فضل فايلر، اتغير فايلر، جه فلان، جه مدرب اجنبي، جه مدرب مصري، مشي نجوم من النادي الاهلي. ما دي نقطه يجب ان تبحث كل النجوم اللي مشيت. يعني انا لغايه النهارده بقول مثلا ان عبد الله السعيد من اللعيبه المهمه جدا اللي ثابت النادي الاهلي. ما شكل النادي الاهلي او ما وضعيه النادي الاهلي بعد ما عبد الله مشي او غيره من اللاعبين؟ يبقى اذا النادي ده لا يتاثر لا برحيل مدرب ولا
بالتعاقد مع مدرب ولا برحيل لاعب. انا بقول لحضرتك ليه الكلام ده؟ ده يرد على كلام كتير جدا انتوا حتى قلتوه في الانترو النهارده، خاص بالاشاعات اللي هي حول فايلر ان هو هيقعد ولا مش هيقعد. الراجل لما راح اجازته الكلام كتير جدا جدا عن انه لا فايلر مش راجع. عايز اقول انه جمهور الاهلي مطمئن، يعني زوجته صاحبه القرار. لا يعني جمهور الاهلي دائما بيبقى مطمئن. ليه؟ لانه فرقه النادي الاهلي واداره النادي الاهلي مش مجامله، وبرضو الادارات المتعاقبه، يعني قد يكون الاداره الحاليه متميزه ومتفوقه وكل شيء جميل جدا ما فيش مشكله، انما ادارات النادي الاهلي تعي هذا الامر، لانه هو النادي الاهلي معمول كده على كيان انه بيتحرك نحو البطوله. وبعدين هتشوفي الدليل، مش هقول لك الدليل قالوا له بقى، لا الدليل البطولات. يعني ما يعني مش هنجيب حاجه احنا لا نجمل شيء هو مش موجود. صح، هو ده بالك. سيبي بقى الاخرين من يريد، اللي هو عارف البطل اللي ماشي وبعض الناس بتشده من هدومه اللي بيحاول يكعبله الاعاقه، يعني اللي هي محاولات الاعاقه، محدش يقدر يوقف. طالما انت عندك الاراده ان انت تحققي ده يعني. اكيد بالزبط. طب كابتن عصام، كنت عايز اسال حضرتك، شايف فايلر قدر يصنع فارق مع النادي الاهلي؟ فارق فني يعني؟ فني، شايف يعني في تطور تحت قيادته؟ الاهلي اصلا تربه مهيئه لان تحصدي منها اعلى المحاصيل. وبالتالي لما بيجي اي مدير فني بيبقى يعني في الحوار اللي هو الشعباوي قوي، يقول لك يا هنايا ساعده. ليه؟ اداره واضحه، كل حد عارف التزاماته. وعلشان كده لما نتكلم عن نجوم غادروا هتلاقي الاهلي كان ليه مواقف، يعني الاهلي لا يتوقف عند عبد الله السعيد ولا اي عبد الله السعيد تاني، يعني مع احترامنا طبعا للاعب موهوب ونجم وكل حاجه، انما اخذ الاهلي قراره بان ما فعله يساوي عدم التواجد هنا. تحقيق بقى الجمل، الموروث الاحمر، الاهلي بمن حضر، الاهلي فوق الجميع، واللي هي جميع ابنائه واداراته ومحبيه وعشاقه، عشان ما حدش بيجي له التباس ويفهم، لانه برضه الزمالك فوق جميع من هم مشجعيه واداراته وكذا. وبالتالي النهج ده هو اللي بيخلي دايما النجاح يعني مسبوق الاعداد في النادي الاهلي، او نسبه عاليه قوي ما لم تحدث بعض المحاذير الفنيه والاحترافيه. ان ياتي مدير فني مثلا بعد تجربه واثنين وثلاثه ليس لديه ربما جديد، او انه يحصل عدم توافق بينه ومش بعض اللعيبه في الامزجه يعني، او عايزين ايه، لا ربما تكون الحكايه محتاجه دعم، وبالتالي لابد ان يعمل الرجل وينتظر حتى يدعم الفريق. تقييم الفني انه حتى الان هو في مرحله الجيد جدا الحقيقه، هينتقل للامتياز مع التسعه يا اهلي، مش بس مع الدرع. المناسبات الكبيره هي التي ستحدد بقى اللي هي فضلاله في النتيجة قبل ما نعلنها، اللي هو امتياز ومرتبة الشرف وكذا، لأنه أدى كل ده في غياب على الأقل 11 لاعب، يعني نجم مش مجرد لاعب. إذا أضفنا بقى أنها ككتيبة في دوري الدرجة الأولى المصري أو البريمير ليج أو الإيجيبشن ليج، هنقول حوالي 16، لكن خلينا في 11 يمثلوا عصب أي فريق. وبالتالي لا، هو دلوقتي في الكام مادة دول جيد جدا، يبقى لي انه هو يوصل لي ان احنا اداره الامتحانات الكرويه تعلن امتياز ومرتبه شرف مع التسعه يا اهلي، اداء على الاقل قبل حتى فكره رفع الكاس. طيب شايف يا استاذ جمال، لو حسمنا خلاص الدوري باذن الله بكره، المباريات المتبقيه في الدوري المفروض ان فايلر يدفع بلعيبه ناشئين ويجرب لعيبه تانية، ولا يكمل بنفس التشكيل عشان يزيد الانسجام قبل افريقيا بين اللعيبه؟ بص، هو اولا الحفاظ على شكل الفريق والانسجام اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده يجب ان هو يبقى هدف اساسي، بمعنى انه حتى الدفع بالناشئين ده ما بيجيش كده اعتباطا، يعني مفروض انه الدافع بالناشئين بيبقى بحساب وفي اوقات معينه لما تكون المباراه مستريحه معاكي. يعني انت اولا كفريق كره قدم عندنا في ارقام قياسيه النادي الاهلي بيسعى اليها في المرحله الحاليه، بعد ما يطمن ان شاء الله على درع الدوري بشكل رسمي، هتبقى في مرحله اللي هي مرحله ارقام قياسيه من ناحيه عدد النقاط، من ناحيه عدد مرات الفوز،
والنادي الاهلي بيهتم اعتقد طول عمره بالمساله دي يعني. ثانيا مساله الدفع بالعناصر الجديده مهمه، لكن الحفاظ على انسجام الفريق مهم جدا. اهم هو الاهم دلوقتي، لان داخل على الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا مباراه مهمه او مباراتين امام الوداد في غايه الاهميه، والنادي الاهلي يسعى الى التاسعه زي ما قال الاستاذ عصام، دي مهمه جدا. ومش هنقول التاسعه كتير بقى عشان ايه تيجي ان شاء الله. ان شاء الله تيجي. هنتكلم اكتر يعني. استاذ جمال استاذ عصام على افريقيا كمان بالتحديد، وهل التاجيل ده كان في صالح الاهلي ولا لا، ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورني في الاستوديو الناقد الرياضي الكبير استاذ عصام شلتوت، وناقد الرياضي الكبير استاذ جمال الزهيري. منورني تاني يا كباتن. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا كابتن. الكروب جميل وصحابنا وزمايلنا انه عيد ميلادك. ربنا يخليك يا كابتن. وحضرتك طيب. كنت عايزه اسال حضرتك على مباراه بكره الاتحاد، قراءه كده شايفها ازاي المباراه دي، الاهلي والاتحاد؟ بالنسبه للنادي الاهلي هي واحده من كتله المباريات، هكذا عود الاهلي جمهوره ومتابعيه والاعلام، حتى لو الاعلام يعني في الوطن العربي، ان كل مباريات عنده هي مباريات الثلاث نقاط، ويمكن دي ساعات بتخلي في تحفز ضد النادي الاهلي، ما عدا طبعا الكلاسيكو وكذا، وان كان برضو وقتها مهما كانت النتيجة، ولنا في الكلاسيكو الأخير يعني أكبر دليل، ما بتخرجش بقى الدنيا منقلبة إذا خسر الأهلي المباراة، طبعا بيبقى يوم هي بطولة زي كل العالم ما عنده دربيات، إنما هي مباراة التتويج، هي مباراة تحتاج لأنه الفريق بقى مش الكوتش ولا أي حد، اللعيبة تبقى في غاية التركيز، اللعيبة تبقى حاضرة في الميعاد علشان تنهي مسافة يعني يا دوب ما تجيش نص سنتي بينها وبين الدرع رقم 42 الموجود بالفعل في الجزيره، وكمان ما ينسوش وعدهم الرائع للنجم، وهو وعد انساني ووعد كبير اصلا من زملاء مؤمن زكريا، هو دلع يعني درع مؤمن زكريا من ناحيه، ثم هو يعني اكبر تكريم للجمهور الذي ان شاء الله سيعود للملاعب كل الانديه طبعا، بما كان يمكن ان يطلق عليه درع الشهداء ايضا، لكنها بطوله مؤمن اكيد طبعا. لانه ده النقطه 74. شفت ازاي كابتن احتفال بادجي على طريقه مؤمن زكريا المباراه اللي فاتت بعد ما جاب الجون، وكمان محمد صلاح امبارح الحقيقه كانت لفته طيبه منه كنا بنتكلم عليها بعد ما احتفل على طريقه مؤمن زكريا. العالمي الحقيقي محمد صلاح هنا فعلها، فصلاح تعدى مع الناس بره فكره النجم السوبر كوره، هو راح للإنسانية، هو يستوقفه طفل، هو يبحث عن يعني منافع للأطفال والكبار والعجائز، وبيروح دور مسنين، الحقيقة عامل حالة تليق بينا كعرب مصريين مسلمين، إنما إنه الراجل بادجي ده الحقيقة أثر فيها جدا المشهد، لا لاعب مصري سبقه وراح، إنما ده بيعني إيه إنه عمل كده؟ بيعني يوم زيارة مؤمن، بيعني ما رآه من أسرة النادي الأهلي، بيعني الالتفاف و العيلة اللي شافها عيلة حقيقية، وعلى فكرة مش في إصابات الملاعب أكيد. بس وبالتالي هو صنع ما رآه يقينا، مش انه بيجامل بيه، ما هواش يعني الولد باين عليه انه هو ما هواش اللماح اللي يعمل حركة تعجب الجمهور، ولا المدرج وخاوي حب الناس، وهو كسبه ما شاء الله من تألق لتألق، مجرد رسالة لكن معنوية المؤمن زكريا نفسه، لكنه تعلمها في النادي الأهلي، وده اللي يهم المتابعين انها تعرفه من احتفالية زملاء، مش هقول بقى النادي، احتفالية زملاء وليد في سليمان وكل النجوم، لان انا وليد الحقيقة قام بدور كبير جدا، والشناوي طبعا، لكن وليد كاد ان هو يعني يشيل مؤمن ويمشي بيه، اثر جدا الكلام في بادجي، شفتها الحقيقة انه فعلا يا لروعة الانسانية، وكرة القدم المحترفة زي ما قلت لحضرتك وبأكدها تاني تحمل كل معاني الانسانية. اكيد الحقيقة كمان وليد سليمان نجم في الملعب، سواء من ناحية الانسانية زي ما حضرتك قلت، او كمان من ناحية الفنية، وقد ايه بيثبت انه السن مجرد رقم في كل ماتش بنشوفه ليه مع النادي الاهلي. استاذ جمال كنا بنقول ان فايلر بيدرس ان هو يدفع باحمد الشيخ اساسي في المباراة اللي جاية بكرة الاتحاد، احمد الشيخ فورمة دلوقتي. واضح مع المباريات الأخيرة أنه بيتقدم يعني. تقييمك لأحمد الشيخ وللقرار ده لو هيحصل، وجيرالدو برضو يا كابتن؟ شوفي، هو طبعا جيرالدو أخد فرص كتيرة جدا، بس أنا مع كل الاحترام ليه كلاعب محترف،
بشعر ان هو لسه مستواه بعيد قوي عن النادي الاهلي. يعني مستواه يعني هو خد بقول لحضرتك فرص كتيره المفروض ان هو كان يستثمرها بشكل او باخر، انما مش الستايل. يعني بادجي مثلا بداياته مع النادي الاهلي كانت عاديه، ابتدى مع الوقت يدخل في الفورمه وابتدى يعرف يحفظ المكان اللي هو بيلعب فيه. بالنسبه ل الانخراط مع الفريق ده مهم جدا. احمد الشيخ طبعا لا خلاف على انه هو موهبه جامده جدا، والحقيقه انه يحتاج الى فرص اكتر بقى مع النادي الاهلي. اللي احنا شفناه لما كان بيخرج احيانا من الاهلي ويتم الاعتماد عليه بشكل اساسي فمستواه بيجي. يعني ما هو برضو تواجد اللاعب في التشكيله طبعا بيخليه مستواه يجي مع الوقت يعني. وانا بعتقد ان هي الفرصه متاحه ان شاء الله امام الاتحاد السكندري، والمباراه نفسها هي مباراه مهمه للنادي الاهلي، لان فرقه نادي الاتحاد من الفرق اللي عندها طموح، رغم ان مكانها يمكن رصيد النقاط اللي عندها 36 نقطه في المركز الخامس، يعني فارق كبير جدا جدا عن النادي الاهلي. ومع ذلك انا بشوف ان فرقه الاتحاد بمدربها الكابتن طلعت يوسف لا فرقه طموحه، وهتيجي قدام النادي الاهلي مجهودها هيبقى مضاعف. وما اعتقدش ان اللعيبه هتبقى مضغوطه يا كابتن. لا لا لعيبه النادي الاهلي خلاص المفروض، والاتحاد كمان، والاتحاد لا بس هيبقوا نفسهم يعملوا ايه، اللي هي النقطه اللي انا اشرت ليها والاستاذ عصام اتفق معايا عليها، الفوز على النادي الاهلي. فكره ان انت بتلعب قدام النادي الاهلي فالمباراه متشافه على نطاق واسع جدا، اقدم مستوى كويس اقل حاجه على الاقل اظهر. ما احنا هنا بنقول ان كل الفرق اللي بتلعب امام النادي الاهلي بتاخد جرعه ودفعه معنويه مضاعفه اللي هي تخليه هو لا في المباراه دي الدوري كوم والمباراه النادي الاهلي كوم، لان هي دي اللي هتحدد حتى مستقبل اللعيبه اللي بتلعب في الفريق المنافس للنادي الاهلي، بتبقى هي الشباك او النافذه اللي من خلالها الناس بتبص على اللعيب ده. فطبعا اكيد هي مباراه مهمه، لكن ان شاء الله يكون النادي الاهلي اعتقد ان هو اقترب بشده زي ما قال الاستاذ عصام هو الدرع في الجزيره فعلا في النادي الاهلي، ولكن هي مساله بس الاحتفال بيه رسميا اللي هو التلات نقاط اللي جايين دول وهتبقى العمليه منتهيه يعني. تمام. اهم حاجه في الماتش بتاع الاتحاد ده انا يعني في عجاله ان الاتحاد عنده مشروع الحقيقه مع الراجل مصلحي ومجلس ادارته. صحيح. وطلعت عشان كده طلعت يوسف طبعا والاعلام لا تعرف، مدرب عظيم. لما كمان رفعوا الحافز مع قطاع الناشئين وجاب له واحد يعني خبير الحقيقه وبدا يفتح ده امام محمدين. الحقيقه اوعى حد يغر مستوى الاتحاد في الماتشات اللي فاتت، لانه اداره الاتحاد تشبه اداره النادي الاهلي، مش بتاعه صراخ وعويل. اشتغلت رغم ان لعبه ثلاث اسابيع الساعه 3:30، ودي برضه حاجه غريبه من الساده في اللجنه يعني، لكن الضغوط عليهم كتيره. انما في يوم البطل مهما كان تقدير الاسكندريه نجوم وانديه والاتحاد في القلب منها طبعا، لكن هو يوم بيلعب مع البطل، فريق مش هين بناه طلعت كويس، فرق معاه الحاجات دي. فاوعى يكون نجوم الاهلي، واعتقد ان هم طبعا اكثر احترافيه وواعيين لده، يكونوا فاهمين انه الاتحاد وقع منه بنات كتيره نتاج بعض الظروف منها مستر لاكي او السيد حظ يعني، وده طبيعي جدا، وبالتالي هي مباراه جديره بالمشاهده. صح. من كلا الفريقين يعني. صح. طب يا كابتن لازم اسالك بقى، لو هنقفل صفحه الدوري شويه وندخل في افريقيا، ايه الغرض من تسريب بعض الاخبار من الصحافه المغربيه عن تعيين الحكم جاسامه بكاري جاسامه حكم لمباراه الاهلي والوداد في نص نهائي دوري ابطال افريقيا؟ الاشقاء بيلعبوا معانا لعبه لطيفه قوي على مستوى العوالم الافتراضيه يعني الجمهور، وعلى مستوى الاداء المهني. والاستاذ جمال يعني اخويا الكبير ويعني راجل قد الدنيا في المهنه، وبالتالي هي لعبه مستمره. احنا لازم نبقى حذرين، اولا ما نزعلهمش بعد ما خرج
النادي الاهلي وقال وده في اتصالات كمان مباشره يعني من السيد رئيس النادي من نجوم في الفريق انه صحه اشقائنا المغاربه وقرار الدوله المغربيه باغلاق وكذا هو الاجدى بان نحترمه يعني، صحيح فيها افاده ان نجومنا ترجع وكذا، انما في الاخر بقى يهمنا مصلحه هيتم هذا التسريب ليه؟ لا يمكن الكاف برضه للامانه عشان جمهور الاهلي يبقى فاطم ما يروحش يقول من بدري والكاف ضدنا وكذا، مهما كان الاهلي عمره ما شاف مين ضده لانه في الملعب في 90 دقيقه يحملوا كل الاهداف اللي تتلغي ويجي غيرها، هكذا كان الكابتن صالح سليم المايسترو رحمه الله بيؤكد ده، وطبعا كان جنبه الكابتن حسن والكابتن خطيب، يعني هذا المثلث هكذا تربى في النادي الاهلي وهكذا بث نفس الروح، وبالتالي يعني اقول لحضرتك لو اتقال وده مستحيل يتقال، واستاذ جمال يعني شاهدي اهو انه واحد يشكو ان في بلن ما اتحسبش هيتقال له فين بقيه البلنات، في جون ما اتحسبش فين بقيه الاجوال، وبالتالي لا يمكن للكاف ان يعين هذا الجسامه او اي جسامه تاني اولا قبلها بشهر. ثالثا الاهلي يستطيع بمستواه ان يسكت صافره جسامه نهائيا وان يروت حتى الفار نفسه وان الفار يلعب في قلب الحكم مش في ملعب النادي الاهلي، وبالتالي هي اشياء احترافيه بيجدها زمايلنا المغاربه يبث مبكرا فيقطع، لان هو الوقت الجمهور بقى نال مين نال اعجابه النادي الاهلي، فهو عاوز يحمس جمهوره شويه وعايز كمان هنا يعني قياسا بقى على اللقطات برضو كانت بتيجي يقول لك وبعد الراجل ان هيدوله البطوله دي، لا البطوله في الملعب والاهلي كفيل بانه يعني كفارس احمر بقى المره دي الاميره السمراء دي تخضع لخطبته يعني، وبالتالي هي مقصوده بتسريبات لكن ما حدش لا يكبرها ولا تبقى داخله في خناقة من غير تمن ولا سبب وتضيع حاجة حلوة مصر بتعملها دايما وفي المقدمة النادي الأهلي من الاهتمام بالعلاقات بين الأشقاء. أكيد يا أستاذ عصام. أستاذ جمال خليني برضو أسألك يعني كان في هجوم كتير على النادي الأهلي بعد ما صوت على تأجيل مباريات أفريقيا، تفسر الهجوم ده بإيه؟ والله أنا بفسره أنه هو طبعا كلام ليس في صلب الموضوع، أولا النادي الاهلي لم يوافق الا بعد ما تاكد ان هناك مشكله فعلا في انتشار فيروس كورونا او عودته مجددا وان هو بيأثر على فرقه الوداد، فكان موقف طبيعي جدا وانا مش شايف بينه وبين مباراه المصري، خلي بالك عشان دي نقطه طبعا الخبساء يربطون بين الموقفين، علما بانه الاتحاد المصري اتحاد اللجنة الخماسية لم تقرر أو تأخذ رأي النادي الأهلي في التأجيل أو عدم التأجيل، صح. الاتحاد الأفريقي كان واخد تقريبا القرار، بس النادي الأهلي أبدأ حسن نيته أنه لا يمكن إحنا هنستغل أو النادي الأهلي باعتباره ممثل مصر مش هيستغل ظروف بيمر بيها نادي الوداد عشان ينتهز الفرصة، خاصة طب ما في الزمالك معفوا يعني ما هو رفض أعلن رفضه للتأجيل، هل استجاب الاتحاد الأفريقي؟ يبقى إذن القرار ده يدل على إيه حضرتك؟ على إنه القرار كان متاخد فعلا، يعني هو كان مجرد كمان أغلب الأندية صوتت للتأجيل. أيوه وبعدين البطولة هو ما كانش تصويت برضه بالمعنى المفهوم، هو مجرد استطلاع. أستاذ عصام القرار ده لما اتاخد قرار ان الدور قبل النهائي كله يتلعب وبعدين اتاجل شهر وقبل كده لما اتاجل صحيح. هل اخذ راي الانديه؟ لا ابدا، لانه الاتحاد الافريقي ايضا يتابع اكتر مننا، والاتحاد الافريقي ما لغى بطوله الامم الافريقيه بسبب الكورونا، هو شايف انه الظروف لا تسمح، فبالتالي ليس من الذكاء ولا الكياسة ولا اللياقة حتى ان انا ارفض وانا عارف ان الاتحاد واخد القرار، وبعدين كونه ان التأجيل في مصلحة الاهلي ايه المانع؟ طب وايه المانع؟ كل فريق يبص للمصلحة. لو ما كانش تأجل الاهلي كان هيلعب ولا لا؟ هيلعب مستعد انه فريق الوداد بكامل قوته. انا بس برد على بعض النقاط اللي هي بيقول لك ايه اصله عشان الاهلي لقى ان الظروف عنده لعيبة مصابين وفي غيابات فوافق،
طب ما هو طب ما كان كان يقدر يعمل كده في مباراه المصري ده لو الحسبه كده بالعكس. انا احب اسمع راي حضرتك لانه برضو احد مسؤولي نادي الزمالك قال طب انت ليه عايز تاجل لما انت كنت مصمم ان الدوري يكمل؟ ما انا بقول لحضرتك لو المساله عند الاهلي بعض النقاهه فكان افضل له اصلا انه يلعب والناس يعني قاعده 14 يوم على الاقل 6 من نجوم الوداد بعد ما يتدربوا هيبقوا لسه بره الفورمه. لكن الحكايه انه دي اتحادات حتى باللجنه بكل من يعني نراه من نقد يعني ونتمنى ان هم يعني يعملوا بقى الافضل وعشان نقول لهم شكرا. الاتحاد الافريقي ايضا ما طرحش امر للتصويت بل على العكس في حاجه مهمه جدا الدوله المغربيه اعلنت تاني عوده الغلق الساعه 3 اعتقد للمحلات والساعه 5 للمواصلات العامه واغلق المطار واعتبرت الدار البيضاء ب 3200 حاله عندها مشكله الدار البيضاء. وبالتالي اي رد ممكن يتقال غير ما دام الامر كذا ولان الاهلي لا يفرط في حقوقه كان عايز المستند اللي بتقدمه الجامعه اللي هي الاتحاد المغربي للكاف مسؤول التنظيم ومن ثم هو يقرا على الاهلي والزمالك وباقي الانديه وحوريه الغيني حقوقهم في ان عندنا كذا لما يبقاش الكلام اخذ وعطى وخلاص اللي هو فكره ايه تيجوا تاجلوا لا الموضوع مش كده خالص. وبالتالي الاهلي فقط راى ومن حسن الطالع وحسن الإدارة أن يعلن أنه كمان ارتقى في التأجيل إفادة للكل زي ما ده يشفى زي ما هو موقف كله صح. مصري تجاه المغرب زي ما هو موقف أهلاوي تجاه الوداد زي ما أيضا عندي لعيبة قد تعود من نقاها خلاص ونفس الفايدة سيحصل يعني. نفس الفايدة سيحصل عليها طرف المباراة الثانية اللي هي الرجاء والزمالك بالظبط يعني هنا ما فيهاش ظلم لحد طالما يمكن احنا اتفقنا ان التأجيل في صالح الاهلي او في صالح ممكن كل الفرق هو صار انه في صالح الجميع كده يبقى في صالح كله. عايز اسال حضراتكم نفس السؤال انه استاذ جمال فرص الاهلي قدام الوداد شايف فرص فوز الاهلي؟ بصي اولا مساله التوقع مش توقع طبعا لكن نقدر نقول انه الكفه متقاربه يعني مش هقدر اقول ان الوداد فرصه اضعف من فرص الاهلي. انا بقول انه السيطره على الاعصاب والهدوء والبعد بقى عن كل الشائعات اللي بتنتشر قبل المباريات اللي هي الحكم لا ده اجله لا ده عمله كل المفروض انه يبقى فيه تركيز تام في المباراه القادمه لان هي اللي هتكون ان شاء الله مفتاح التاهل الى الدور النهائي باذن الله. طب ان شاء الله استاذ عصام هنحسم بكره الدوري هل شايف باقي المباريات هتكون بالنسبه لفايلر تجهيز بقى لافريقيا؟ تجهيز لكن الناس برضو لازم تبقى واعيه للشكل الاحترافي في الاداء ما فيش حاجه اسمها يروح مريح تيم كله وملاعب تيم كله طبعا. هيحافظ على قوام الفريق وهيعمل روتيشن بالسوليه ديانج مثلا لديفندرين فده يلعب ده يريح صح. وبالتالي يدفع بديفندر ثالث ياخد نفس المباريات لكن في قسمة من له الأفضلية أربع أندية كبرى في السيمي فاينل 25% وهم داخلين مع كل حد فيهم إنما في أفضلية للأهلي أن مباراة الذهاب خارج ملعبه ثم مباراة العودة في مصر. ملعبه هنا ممكن تروح رايحة من بقى 25-25 لأن في ماتش تاني ب 25-25 يبقى 50-50 الأهلي إذا استطاع وهي يعني ليست بالمهمة الصعبة مش المستحيلة إذا استطاع العودة من المغرب مؤمن نتيجة يستطيع هنا أنه يمتلك 60% من أسهم رضا الأميرة السمراء بإذن الله البطولة صحيح. لنا كلمة أخيرة أستاذ عصام للأهلي بمناسبة بإذن الله حسم لقب الدوري بكرة لا أنا شايف أنه حق الجمهور اللي تحمل أكتر من الإدارة واللاعبين وكل العاملين في منظومة النادي الأهلي الكثير والكثير من اللي حضرتك وصفتيه يعني بهذا يعني الكم من الشائعات أنا بسميه تخاذل من بعض الإعلام لأنه ما كان يجب لأنه يا أخي يعني زبونك هو الأكثر تواجد هو الزبون الأحمر الأهلاوي اللي دخوله عندك له مقاييسه في الإعلان والإعلام وكل الأشياء أنا بقول لهم إنه النادي الأهلي قادر
يفرحكم وبيقدم لكم بقى نسخة بعرق الجميع، بعرق النجوم، مسمى إن شاء الله بنجم في الإنسانية اسمه مؤمن، هو درع الـ 74 نقطة وتكريم الشهداء. يعني ما أجمل هذا الدرع، مبروك على الأهلوية. تمام، كلمة أخيرة أستاذ جمال سريعا. سريعا جدا بقول إن شاء الله ألف مبروك لجماهير النادي الأهلي وللنادي الأهلي على الدرع الأصعب، رغم المؤامرات، رغم محاولات خطف اللاعبين، رغم محاولات التشكيك، كل ده أنا بقول إن النادي الأهلي رد عليه في الملعب، والرد في الملعب أبرك بكتير أكيد من الدخول في المهاترات. أكيد. بشكر حضرتك جدا أستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير، وبشكر حضرتك أستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي الكبير، وبشكر حضراتكم كمان على المتابعة، واستنونا في حلقة جديدة بكرة من برنامج السادسة.